ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. السلام عليكم مستمعين الأوفياء، أسعد الله مساءكم بكل خير. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. اليوم معنا واحد القصة ديال متتبعة وفية للقناة من الديار الأوروبية، اللي الصراحة عندها مشكل ومشكل صعيب مع الأبناء ديالها، مع المجتمع كامل ومع نفسها هي الأولى. هذه المستمعة جاية اليوم تحكي لكم القصة ديالها، آملة منكم الدعاء وكذلك النصيحة. فالصراحة عايشة في واحد الجو اللي هو حزين وكئيب، والسبب لا يعلمه إلا الله. بقوا معايا للنهاية، أتمنى إن شاء الله وكيف ما عودتوني دائما ما تبخلوش بالتعليق ديالكم وبدعواتكم لها، لعل وعسى الله سبحانه وتعالى يفرج عليها في هذه الأيام المباركة. السلام عليكم، سميتي يمنى، العمر ديالي 48 سنة، أم الأربعة ديال الوليدات، جوج بنات وجوج ولاد. أنا عايشة واحد الحياة اللي أي وحدة كتمناها في حياتها. الحمد لله بوليداتي، براجلي اللي هو رجل صالح، بداري وبخدمتي وبرزقي الحمد لله. المشكل ديالي واللي جيت نشاركه معكم اليوم أن هاد الشي كامل عندي، ولكن ما كنحش به نهائيا، ما كنحش بالسعادة وما كنحش بالفرحة، يعني عايشة بنفسية مأزمة. المهم غادي نبدأ لكم القصة ديالي من الطفولة. الثمانينات جبنا الوالد لهنا لألمانيا، دار لنا التجمع العائلي. أنا في ذاك الوقت كنت صغيرة، وأول مرة فجينا لهنا لألمانيا استغربنا، حيث أول مرة شفنا ناس مختلفين علينا، شعر صفار، العينين زرق، كل شيء كان بيض بالثلج وكان البرد بزاف. المهم الحمد لله دغيا ولفنا، دخلنا المدرسه، شويه بشويه بدينا كنتاقلموا. الاب ديالي كان راجل معقول، كيخدم على ولادو وعلى العائله ديالو اللي في المغرب وعلى والديه. الحمد لله كنا واكلين شاربين وما كان خاصنا حتى شي حاجه. الوالد كان عنده هدف واحد، هو يدير لينا المستقبل ديالنا ويبني لينا دار في المغرب، وكان كيجمع الفلوس وكيقتصد لدرجة ما كناش نلبسو حوايج جداد، وما كناش نسافرو، ما كناش كناكلو على برا. كان كيجيب لينا الحوايج من البال وكيعطيو ليه الحوايج صحابو اللي خدامين معاه. حنا كنا راضيين بداك الشي وكنفرحو بدوك الحوايج. المهم كانوا عندنا المشاكل في الدار بسبب خوتي الكبار، فاش كبروا وصلوا لعشرين وواحد وعشرين سنة داروا صحاب وتعرفوا على ناس جداد في ألمانيا، ولاو كيخرجوا في الويكاند، ولاو كيسهروا، ولاو كيسافروا، ومن بعد ولاو كيكميو ويسكروا. الأب ديالي ما كانش كيقبل هذا الشيء، كان ما كيقبلش شي واحد يتعطل برا ولا يسهر برا. يعني الوالد كان عنده نيشان، وحنا البنات كنا من المدرسة للدار، وما كايناش شي حاجة سميتها تسهر برا. خوتي ما كانوش كيتسوقوا الوالد، كانوا كيديروا داكشي اللي بغاو، وبسبب هادشي كان دائما عندنا المشاكل في الدار، حيت الوالد كان قلبه حار ومعصب. ملي كيجيو خوتي معطلين كينوض لعندهم ويبقى يغوت عليهم ويضربهم، ومن يفوت داك الصداع كيبقى الوالد معصب وزعفان. وهادشي كان كيبردو في الام ديالي، حيت كان كيضربها وقتاش ما تعصب مع خوتي. كيقول ليها واش هادوك ولادك، هادوك الولاد عندك، انا كنجري وكنضرب تماره باش ندير لهم المستقبل وهما ما مسوقينش. الوالده مسكينه كانت مرا صباره بزاف. المهم كانوا دائما خوتي دايرين لينا الصداع في كل ويكاند، انا كنت غير صغيره، فاش كنت كنشوف داك الصداع كنت تخلع وكنخاف على الوالد توقع ليه شي حاجه، حيت كان مريض بالقلب. صافي بقينا عايشين في هاد الجو سنين وسنين، حتى تعقدت في حياتي. تخيلوا واحد المره كانت عندي 9 سنين، ناض عندنا صداع والوالد بكثرة الاعصاب كان باغي يدير في خوتي شي فضيحه. انا فاش شفت داكشي تخلعت وغوت على صوتي وسخفت. جا عندي الوالد كيجري قال لي ما تخلعيش يا بنتي، راه ما كاين والو.
تخلي عليا مسكين. المهم شنو غادي نقول لكم، مده ديال 10 سنين تقريبا وحنا في ديك الحاله دائما الصداع. ومن بعد خوتي خدموا والوليد كان كيبغيهم يعاونوا في المصاريف ديال الدار، ولكن خوتي ما كانوش كيبغيو. وانا منين كنت كنشوف المعامله ديال خوتي كنتعذب مع والديا، كنقول علاش كيديروا خوتي هكذا، حيت انا ما نقدرش نكون سبب باش يتعصبوا الوالدين ديالي. اما الام ديالي مسكينه كانت دائما حزينه ودائما كتبكي بسبب هاد المشاكل. المهم انا في صغري من غير هاد المشاكل كنت وحده فريجه، ودائما كنضحك وكنبغي الحياه، وكانوا كيقولوا لي انت بحال شي شميشه فين ما دخلتي كتنشطي الجو. كنت كنبغي ننشط الجو حتى في دارنا، ضحك ولعب، يعني كنت ايجابيه بزاف. ما علينا، المهم انا كان الروتين ديالي هو المدرسه للدار، المدرسه للدار. فاش كنرجع للدار كنبدل حوايجي، كنتوضى، نصلي، نعاون الوالده في الشغل انا وخواتاتي، صافي هكذا طلعنا. حتى وصلت للسن ديال 17 سنه، واحد النهار مشينا حضرنا في واحد العرس غير حدانا ديال الجيران ديالنا مغاربه. ومنين دازت جوج سيمانات مور داك العرس كنت جايه من المدرسه، تلاقات بيا اختي قالت لي الخطاب راهم في الدار. انا فرحت، قلت ليها صافي غادي تزوجي وغادي يكون عندنا حنا عرس في الدار. وهي بقات ساكته حتى شافت هي، قالت لي لا ماشي انا، راه جاو يخطبوك انتي. انا سكتت وشفت الوالده، قلت ليها امي شنو كتقول اختي، شنو راه كتخربق؟ قالت لي وييها بنتي راه جاو عندك الخطاب. انا بقيت كنضحك وقلت ليها راكي عارفه الجواب ديالي، انا ما غاديش نتزوج حتى يتزوجوا بعدا خواتاتي اللي كبارين عليا. انا صحاب ليا غير كيضحكوا معايا، تسوقتش ليهم. حتى لقيت الوليد جا عندي وقال لي بنتي ها شنو كاين، ها شنو كاين، وهاد العائله راهم مزيانين وعايشين في سويسرا. قلت ليه انا الوليد راه ما يمكنش نتزوج، راني باقيه صغيره، واش كتهضر بالصح؟ هو بقى كيقنع فيا، هادي هي سنه الحياه بنتي، وسيري ديري دارك، واخا تقري حتى تعي اخرتك غادي تمشي للدار. قلت ليه انا لا ما غاديش نتزوج. الغد لي هضرت معايا الوالده، قالت لي خاصك توافقي بنتي، راه الوالد ديالك ما غاديش يقدر يقول لهم لا. بقيت كنفكر كيفاش هاد الشيء، واش كيهضروا بالصح؟ انا كنت وحده دائما ضحكه كما قلت لكم، ولكن ملي بغاو يزوجوني بديت كنتغير، كنقول علاش زعما بغاو يزوجوني، انا باقا صغيره وبواحد كبير عليا ب 15 عام وعايش في بلاد بعيده. صافي تبدلت، وليت دائما كنبكي وكنهضر مع الوالده باش ترغب الوالد ما يزوجنيش، ولكن والو ما بغاوش. شويه وليت كنهرب عند دار اختي باش ما يجبدوش عليا الموضوع، ولكن حتى هي كانت موصيه الوالده باش تقنعني، يعني كنت فين ما مشيت كيجبدوا عليا الموضوع ديال الزواج. انا غير كنغوت وكنبكي وكنقول لهم لا ما يمكنش، انا راه عاد صغيره. المهم حتى الواحد حتى واحد ما تسوق ليا، وحتى واحد ما داها في الهضره ديالي المده ديال شهر ونص، وانا معذبه وحزينه. حتى الواحد النهار جيت من المدرسه ولقيت الوالده كتبكي بسبابي، حيت الوالد كيلومها هي، حيت انا ما بغيتش نتزوج. المهم ملي شفتها في ديك الحاله تفكرت داكشي اللي دوزوا عليها خوتي، وانا ما بغيتش نكون سبب في العذاب ديال الوالده والوالدين ديالي بجوج. صافي قررت نقبل، ولكن قبل ما نقبل قلت يا ربي الحبيب انا غادي نوافق، ولكن غير على ود الوالدين ديالي، على ود الحنينه ديالي. ما بغيتش نشوفها كتبكي بسببي، ما يمكنش. وطلبت من الله يجيب شي سبب من عنده باش ما يكملش داك الزواج. صافي هذيك ملي هضرت مع الله سبحانه وتعالى غير في نفسي، مشيت عند الوالده بصت ليها راسها وقلت ليها صافي انا راني موافقه، غير ما تبكيش امي الحبيبه. مسكينه عنقاتني وبقات كتبكي بالفرحه، وحتى انا بكيت معها حيت عرفت صافي حياتي سالات. فاش عرفني الوالد قبلت فرح بزاف، مشى قالها لدوك الناس بالزربه. المهم هي هذيك ردوا على دوك الناس، فهموا على الوقت ديال الخطوبه. من بعد ما نوصل انا 18 عام غادي نديروا العقد. صافي من داك النهار اللي قلت لهم قابله حسيت براسي تغيرت، ديك الشميشه اللي كانت في قلبي مشات ولا فيها غير الغياب. تغيرت الشخصيه ديالي، تغيرت العقليه ديالي، وليت حزينه بزاف. المهم مورا الخطوبه
بستة ديال الشهور درنا العرس، والنهار الحنة كل شي كان فرحان. بقيت كنشوف فيهم وكنقول واش هادي ليلتي انا، حيت حسيت براسي بحال شي ضيفه في عرسي. بقيت قاسه وكنتفكر كاع داكشي اللي دوزت، فاش كنت كنرغب الوالده باش ما نتزوجش، وكاع داكشي اللي درت باش نقنعهم ما يزوجونيش. يعني قلبي كان عامر لحظه، وبلا ما نعيق غوت وقلت لهم لا 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 لا, لا. وسخفت، هما تخلعوا عليا. الوالد تخلع ومشى جاب الفقيه، دار لي الرقيه وانا غير كنشوف بعينيا كنقول بالي لا، انا الحمد لله ما خاصني والو، ولكن راني ما باغاش نتزوج. ولكن ما لقيتش اللي يسمعني وما لقيتش اللي يحس بيا. ما علينا، درت العرس ومشيت عند راجلي. هما في الاول قالوا لينا راجل عنده دار بوحدو، ولكن فاش مشيت عندهم ما كانت لا دار لا والو، سكنت مع العجوزه ديالي. والمعاناة بداو النهار الاول. سبحان الله، تخيلوا اخوتي بنت عندها يلاه 18 عام مع واحد الراجل اللي ما حامله ما قبله. ديك الليله اللي غادي نسميها انا اغتصاب ديال الحلال بالنسبه ليا، داك الشيء كان صعيب بزاف. تما تعقدت اكثر، وداك الشيء كنعتبره انا خاص المراه تعطي لواحد كتبغيه وباغا دير معاه عائله. اما انا العكس، ما كانت حتى شي حاجه فيا حامله داك السيد، ولكن صبرت. يعني زيرت على قلبي وعلى راسي باش تفوت ديك الليله دغيا. ما علينا، عقوسي اعتبرتني خدامه ديالها، كانت كتستغلني مزيان. كنت يوميا كنشقى ونحك الدوشات والطواليطات بجافيل ونغسل الشراجم. هادشي كان يوميا من الصباح غير كنفطر ونضاف الشقة، وفي الليل الراجل كان كيبغي داك الحق ديالو. انا ما حاملاش، يعني كانت عندي واحد المعاناة في النهار وبالليل، وليت وحده حزينه مكتئبه. والصراحه واخا هكداك ما كنتش كنبين للوالديه. فاش كانت كتصل بيا الوالده كنقول ليها راني لاباس وبخير. قلت معليش نعاني غير انا بلا ما نخلي حتى الام ديالي تعاني معايا. فاش كنا صغار كانت الام ديالي كتقول لينا صبروا، الصبر راه مفتاح الفرج. ايوا داكشي اللي درت، صبرت ووكلت امري لله سبحانه وتعالى. المهم دوك المعاناه في الحياه الزوجيه مع الوقت ولاو كيكثروا. الراجل كان كيدير المخدرات وكان كيعنفني بزاف، حيت الام ديالو كانت كتحرشو. بقيت صابره وكنسين الله سبحانه وتعالى يفرج عليا. واحد المره كنت كنطل من البالكون، حيت دار راجلي كانوا عايشين في واحد الباطيمه. المهم فاش كنت كنطل من البالكون بقيت كنبكي وكنقول يا ربي انا راني عييت من هاد المعاناه ومن هاد الحزن اللي راني عايشه. بقيت كنشوف لتحت وقلت الى رميت راسي من هنا غادي نتهنى. شويه قلت استغفر الله العظيم، امي شنو غادي يوقع ليها؟ رجعت للور ورجعت للمعاناه ديالي. راجلي كان كيعنفني بزاف وكيضربني حتى كيسيل الدم. المهم واحد الوقيته ما بقيتش قادره نصبر بكثر داك العنف والمعامله اللي في دارهم. صافي وليت باغا غير نخرج من ديك الدار. شنو درت؟ نط خويت واحد الكنينات في الطواليط ومشيت عند راجلي قلت ليه شوف راني شربت هاد الكنينات كاملين. هو تخلع وصحاب ليه بصح داني للسبيطار. سبحان الله غير وصلت للسبيطار ارتاحيت ونعس. قلت بالي كون غير نبقى هنايا حسن ما نرجع لديك الدار. دوك الفرموليات بحال حسوا بيا قالوا لي مالكي واش راجلك كيضربك؟ انا ما كنتش كنهضر كنهضر، ولكن الا هضر معايا شي واحد بداك اللغه ديالهم كنفهم. راجلي اللي جابهم قال ليهم حكا راه طحت من الدروج. علينا واخا كان كيدوز عليا هادشي كامل ما كنتش كنعاود للوالده، كنخليهم هانين وكنقول دابا يفرج ربي عليا. كانت الام ديالو غير كتعصب عليا كتقول لراجلي يديها لدارهم، هادي ما غاديش تصلح لينا. كان كيدينا لدارنا كنجلس شي ايامات ورجع، حيت ما كنتش كنبغي نعاود للوالده داكشي اللي كيدوز عليا، حيت كان عندي امل كبير ان ربي ما غاديش يخيبني. صافي هي هذيك تقريبا عام ونص وانا في هذيك الحاله. حتى لواحد النهار جاو عندنا البوليس الدار طقوا علينا ومعاهم الكلاب. انا تخلعت قلت شنو واقع؟ السيد صدق بزناز وكيبيع المخدرات. صافي مشى للحبس، وفي التالي جاب ربي سبب باش
نطلق منه، حيت مستحيل نتفارق معاه بدون سبب. وحتى وكون شكيت للاب ديالي وقلت ليه راه كيضربني وما كيعاملنيش مزيان، غادي يقول لي غير صبري يا بنتي، حيت العائله ديالنا عندهم الطلاق حاجه مستحيله، ما كيقبلوهاش. المهم فاش داو راجلي للحبس جا عندي الوالد وداني معاه للدار. داك الوقت كانت عندي 21 سنه، ايوا بداك الشيء اللي دوزت كنت كنحس براسي عندي 80 عام. دخلت في واحد الاكتئاب دائما ناعسه، والاب ديالي كيغوت على الام ديالي كيقول لي مال هادي غير ناعسه. كرهت راسي، يعني ما خلاونيش باش ننسى داك الشيء اللي فات عليا. والصراحه الوالد طلب مني السماحه، قال لي سمحي لي انا اللي فرضت عليك هاد الزواج، وقال لي كنوعدك يا بنتي هاد الشيء اللي درتو معاك ما غاديش نعاودو مع خواتاتك الصغار. قال لي عمرني غادي نعاود نفرض على شي وحده من بناتي تزوج بالسيف، وقلت الحمد لله. واخا ضحيت ولكن كانت واحد النتيجه زوينه، يعني ما غاديش يوقع هاد الشيء اللي وقع لي مع خواتاتي. صافي هي هذيك. فاش شفت راسي مريضه مشيت عند الطبيب، صيفطني عند واحد الطبيبه نفسانيه حيت كنت مكتئبه وماشي مزيانه في النفسيه ديالي. وفاش مشيت عند ديك الطبيبه واول مره بديت كنحكي ليها وكنبكي، قلت لي سمحي لي راه الحصه ديالك سالت وغادي ندير موعد اخر حتى السيمانه الجايه. قلت لي بواحد البروده صدماتني، بقيت كنقول كيفاش انا كنحكي ليها داك الشيء اللي وقع ليا وكاع هاد الشيء اللي في قلبي وكنبكي، وهي تعاملت معايا بهذه الطريقه. يعني ما كنتش عارفه ان هذه هي الطريقه باش كيخدموا الاطفال. دوزت التجربه ديال الزواج فاشله، كنت خايفه بزاف واخا قلبي بغى داك السيد، ولكن قلت الا تزوجت هاد المره خاص يكون للابد، يعني ما يمكنش نعاود نطلق مره ثانيه. هذه هي الفكره اللي كانت عندي. المهم في الاخر توكلت على الله ووافقت، حيت لقيت فيه الحوايج اللي كانوا مهمين بالنسبه ليا، انه رجل متدين ومخلق. تفهمت انا وياه بزاف وقلت بالي علاش لا، راه ربي كبير وما غاديش يخيبني هاد المره. صافي درنا الخطوبه تزوجنا، ولكن هاد السيد كان جا لالمانيا غير توريست، يعني ما كانش عنده الورق. وبالنسبه ليا ما كانش عندي مشكل حيت بغيتو وبغيت يكون هاد السيد هو شريك الحياه ديالي. الحمد لله ربي سهل في كل شيء، درنا العرس وبدينا في الحياه ديالنا. المهم تزوجنا وراجلي دخل يتعلم اللغه وانا اللي كنت خدامه في بدايه تزوجنا. كانت شويه ديال الصعوبات حيت راجلي واحد الانسان اللي هو شخصيه ديالو قويه، ما كانش كيرضى وكيبغي هو اللي يتحكم هو اللي يقرر، وما يبغيش المراه اللي تتحكم فيه. وانا كنت باغيه يحس بيا حيت في الاول كنت انا اللي خدامه، وفاش كنرجع للدار كنلقاها مرونه، يعني ما كانش كيعاونني. ولا قلت ليه شي حاجه كيقول لي ياك ما صحاب لك غير درتي لي الورقه غادي تبقاي تحكمي فيا، يعني كانت عنده واحد النيه في شي شكل. وكان عاوتاني في الويكاند كيخرج دائما ويصار مع صحابه، ولكن انا كنت صابره كنقول معليش مع الوقت غادي يفهمني. ونيت انا ما كنتش كنبغي نكبر الموضوع كنخليه على خاطره. صافي بقيت هكذاك. فات العام الاول العام الثاني الحمد لله لقيت داك المحبه اللي بناتنا باقه صافيه، يعني كنبغيه وكيبغيني وكان مزيان معايا. هذيك هي منين دوزنا 3 سنين كتب الله وحملت بنتي الكبيره، ولدت بداري، يعني جاتني الولاده سهله الحمد لله. داك السنين الاولى اللي دوزتها مع بنتي كانوا اسعد سنين في حياتي، وكنت حاسه بواحد المحبه والفرحه. كنلعب مع بنتي، كنشري ليها داكشي اللي خاصها، كنقرا ليها القصص بالليل، كنغني ليها حتى كتنعس، كنخرجها كنتسرى وانا وياها. يعني كانت واحد الشميشه اللي مضويه ليا الحياه ديالي انا وراجلي. الحمد لله من بعد عامين عاوتاني حملت، وفي هذا الحمل الثاني بداني عاوتاني الاكتئاب، يعني كنت كنحس بالحزن بلا سبب. الحمد لله هاد بنتي الثانيه ولدتها بخير وعلى خير، ولدتها في الدار ورضعتها حتى هي تقريبا عام ونص، حيت انا ما كنتش كنبغي نعطي لولادي الحليب من غير الحليب ديالي. مع مهم مع هاد البنيته الثانيه ما كانش نفس الاحساس اللي حسيته مع الاولى، يعني حسيت بحياتي كتغير، يعني ديك الفرحه والسعاده اللي كانت مع بنتي الاولى ما بقاتش. كنت مهمومه وما كنحسش بالسعاده بحال شي حاجه ناقصاني. المهم هذيك هي من بعد عامين عاودت ولدت توام جوج وليدات، و
وطبيعة الحال ولدتهم في السبيطار، الحمد لله ولدت ولادة طبيعية وكل شي فات بخير وعلى خير. ايوا الغد لي مشيت لداري، سبحان الله ديك الدخله اللي جيت داخله لداري بانت ليا غير ظلام، وحسيت انني ولات عندي مسؤوليه اكثر مع ولادي، حيت كانت بنتي الاولى عندها 4 سنين والثانيه عامين وهاد 2 سوام، يعني صافي حياتي ولات دايره غير على ولادي. جاتني صعيبه بزاف حيت كنت بحال الروبو، ما كنجلش، ناكلهم ونشربهم وندوش ليهم ونعسهم، ولكن بدون احساس. ما بقاش عندي داك الاحساس ديال الام اللي كتفرح بولادها، يعني ما بقيتش كنفرح بيهم. حسيت براسي تغيرت، ولكن بقيت كنقول هادشي غير من الضغط اللي واقع ليا مع ولادي والهرمونات وصافي. يعني ما عطيتش للحاله ديالي اهميه كبيره، وبقيت كنساين غير فوقاش يكبروا باش تفوت هاد المرحله اللي جاتني صعيبه. المهم الحمد لله مشات ايام وجات ايام وكبر وليداتي دخلوا المدرسه وانا باقا في نفس الحاله، ماشي نورمال. واخا فداك الوقت اللي دخلوا فيه وليداتي للقرايه كنت بديت الخدمه، والراجل اللي هو كان خدام، يعني كنت برزقي وما ناقصني حتى شي حاجه، كان كل شيء عندنا مزيان، ولكن انا ما كنتش حاسه بالسعاده. بقيت كنصبر راسي وكنقول دابا يفوت هذا الشيء، راه غير الضغط وصافي. ولكن للاسف دابا داز 16 عام انا باقا في هذه الحاله النفسيه ومأزمه، والمشكل كيزيد وكيضاعف، يعني المشاكل هي زايده وكتعقد. واخا انا ما راضياش نقولها، ولكن ما حسش بالفرحه مع ولادي ومع الاسره ديالي، وليت كنحس براسي عايشه بدون شعور. مع العلم انا دايره كاع الواجبات ديالي مع الاسره ديالي، ورغم ذلك الفرحه ما كايناش في حياتي. كنقول يا ربي شنو هذا الشيء اللي راه يوقع ليا، نعطيكم مثال. فاش كنكون في الخدمه كنكون عادي نورمال، ولكن سبحان الله غير كندخل للدار كتبان ليا ظلمه، ولادي كيجوني تقال. وفاش كبرت بنتي الكبيره كنت كنغوت عليها بزاف، كنقول لها صافي كبرتي خاصك تخدمي الشغل وخاصك ديري وتفعلي، يعني وليت سلبيه بزاف. ولا لقيت الدار مرونه ولا شي حاجه ماشي في البلاصه ديالها كنترون في عقلي. تخيل واحد النهار جيت من الخدمه ولقيت راجلي وولادي ضاحكين ناشطين وكيلعبوا، فاش دخلت انا بديت كنغوت عليهم، قلت لهم ما كتحشموش كتضحكوا كتلعبوا والدار مرونه. صدمتهم بقاو غير كيشوفوا فيا. فاش مشيت لبيتي تبعني راجلي قال لي واش كتعيقي بهادشي اللي كديري، خلي وليداتك يلعبوا ميكي عليهم. شويه فاش قال لي ديك الهضره ندم معايا الحال علاش غوت عليهم، ولكن واخا هكداك باقي هادشي اللي يزيرني في خاطري. ودائما فوق ما جيت من الخدمه كنطلع لبيتي الناس، ما كنتش كنبغي نجلس معاهم ولا نلعب معاهم ولا نضحك معاهم. تخيلوا فاش كنشوف ولادي كيضحكوا ما كيعجبنيش الحال، كنغوت عليهم كنقول لهم سكتوا ما تضحكوش، راه ما كنبغيش نسمح الحس ديالكم. سبحان الله العظيم دائما هكذا معاهم، ولا ضحكت انا شي مره في الزمان كيبقاو ساكتين وكيشوفوا فيا، وكنسبب بنتي الصغيره كتقول ماما ضحكات. تخيلوا وي يا خوتي لهالدرجة كانت ولادي كتجيهم غريبة فاش كيشوفوني ضحكت. كنستغرب فردة الفعل ديالهم، كنمشي لبيتي وكنقول يا ربي راه شي واحد ولا شي حاجة ما بغانيش نكون سعيدة في داري. والمشكل اللي كيوجعني أكثر أني هاد الشي كيأثر حتى على وليداتي وعلى الرجل ديالي. رجلي مسكين دار مجهود مع الوليدات، يعني عوضهم وعطاهم داك الحب والحنان اللي ما قدرتش أنا نعطيه ليهم، وكنشكرو من هذا المنبر على الوقفه اللي وقف معايا وعلى بزاف ديال الحوايج دارهم ليا، حيت رد ليا البال وقال ليا هذا الشيء عندك ماشي نورمال. داني درت الرقيه ودرت الاسباب، يعني درت بزاف ديال الحوايج، ولكن الحاله ديالي ما لقات حتى شي تحسن. لا اله الا الله وصافي. هذه دابا المده ديال 16 سنه كما قلت لكم وانا في هذه الحاله، يعني عايشه وفي نفس الوقت ما عايشاش. تخيل واحد الحاجه ما كنتش كنحمل نجلس في الطبله مع ولادي، كناكل برا غير باش ما ناكلش مع ولادي في الطبله. سبحان الله واش كاينه شي ام في هاد الدنيا ما تبغيش تلعب وتضحك وتاكل مع ولادها؟ امري غريب بزاف اخوتي، ولكن الحمد لله دابا وليداتي كبروا. البنت الكبيره عندها 21 سنه، ولكن
بقى في هذا الاكتئاب وبقى في هذه الحياة السلبية. يعني وليداتي ما عاشوش معايا السعادة، يعني أنا مريضة ومرضتهم معايا. شحال من مرة لمت راسي كنقول أنا أم خايبة وزوجة خايبة، وما خصيش نكون أم ولا زوجة، حيت حسيت براسي ضيعت معايا حتى وليداتي. وكنزيد نكره حياتي، كنقول موتي حسن من حياتي، وعلاش أنا أصلا عايشة في هاد الدنيا، واخا عارفة أن هاد الشي ماشي لخاطري. يعني أنا ماشي أنا اللي اختاريت نمرض أو نكتئب، تخيلوا مني كانت بنتي الكبيرة صغيرة كانت متعلقة بيا وحنينة فيا بزاف، كانت دائما كتبوسني وتعنقني. ومن كبرت شوية ولات كتفهم كتقول يا ماما انتي مريضة وهاد الشي ماشي لخاطر، باينة شي واحد حسدنا. يعني كانت كتشجعني، ولكن بكثرت ما طول هاد الشي ملت وكتأبت، ووصلت لواحد الدرجة انها كرهاتني ومبقاتش كتحملني. ولكن الله يحسن العون، حيت ما عرفتش واش لخاطرها وما عرفتش واش لخاطرها ولا لا، ولا بقوة داكشي اللي دوزت عليهم هي وخوتها. وحتى راجلي عيا ومل، حاولت شحال من مرة باش نغير من راسي، ولكن والو، كنلقى داكشي اللي فيا قوي عليا. يعني كنحس براسي فاشلة وما قادراش ندير والو. منين شفت راسي هكذا وليت كنفكر في حل الواحد اللي يقدر يخرجني من هاد الأزمة، هو الفرق مع راجلي. مشيت قلتها ليه ورفض، رفض هاد الفكرة نهائيا. قال لي ما يمكنش نضيع وليداتي ونضيع الأسرة ديالي. لكن مع الوقت حتى هو كره، حيت صافي أنا سمحت في كل شيء، مبقيتش كنهتم بيه، مبقيتش كنطيب، مبقيتش كنخمل الدار، كنخلي كل شيء موسخ. وهذا الشيء حيت كرهت النفس ديالي وكرهت الدنيا وما فيها، وما بقات حتى شي حاجة في هاد الدنيا كتجيب لي السعادة ولا الراحة. هو صافي، حتى الواحد النهار جالي عندي راجلي قال لي انا ما غاديش نقدر نكمل بحال هكذا، وقال لي انا ما غاديش نتفارق معاك، ولكن الا تقبلي غادي نتزوج. هذيك هي منين قال لي هاد الهضره، قلت لي في الاول مستحيل ما يمكنش نقبل، لكن بقيت كنفكر وقلت سبحان قلت الله سبحانه وتعالى عطى هاد الحق للراجل، يعني علاش انا غادي نرفض؟ واخا جاتني صعيبه حيت كنت كنبغي راجلي وكنغير عليه. يعني احنا انسان عندنا احاسيس، ولكن الله سبحانه وتعالى منين كيحكم شكون انا باش غادي نرفض؟ وانا اصلا مريضه ومقسمه وما بغيتش نظلم معايا شي واحد، وما بقيتش قادره نتحمل هذا الشيء. في الاخر قلت ليه الله يعاونك، بغيت لك السعاده، ولا بقيت معايا ما غاديش تكون سعيد. صراحه كنت مقصره معاه بزاف في الحقوق ديالو، صبر معايا بزاف، ماشي غير عام ولا عامين، ولكن سنين وسنين. في الاخر عيا وكره انا كنلوموش. ونزيدكم واحد الحاجه، سبحان الله دائما كنقول هذا الشيء اللي كنحس به متعلق بالزواج ديالي. يعني الا بقينا مزوجين ما غاديش نولي مزيانه وما غاديش نعيشو مزيان، عليها بان ليا الفرق هو احسن حاجه، راه من المصلحه ديالنا ومن المصلحه ديال وليداتنا. صافي اتفقنا وخديت قرار ومشيت عند المحامي باش ندفعو الطلاق. صراحه مشينا عند المحامي كنبكيو بجوج، حيت ما سخيناش ببعضياتنا، شي حاجاتنا صعيبه جاتنا صعيبه نقولوها للولاد، فاش علمناهم بقاو كيبكيو، ولكن في الاخر قنعناهم وتقبلوا الامر حيت ما عندهم ما يديروا. وكنحمد الله على واحد الحاجه، رغم هذا الشيء كامل اللي قاصد عرفت ربي ولادي احسن تربيه، وهذا الشيء فضل والديا، حيت حتى هما ربوني احسن تربيه. والفضل اكثر كيرجع للوالده ديالي، الوالد ديالي الله يرحمه اللي غرس فينا الحب والدين ديالنا والحب ديال الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم هاد السنين الاخرى ما بقيتش قادره نكمل حياتي هكذاك، حيت لاحظت انني دمرت حياتي ودمرت الأسرة ديالي. عليها قررت نمشي عند طبيب نفساني وتبعت معه، وحاليا كنشرب الدواء، ودائما كنقول في الصلاة ديالي الحمد لله على كل حال. كل واحد وباش ابتلاه الله سبحانه وتعالى، ولكن انا ما عارفاش واش هادشي اللي وقع ليا من عند الله ولا الحسد ديال العبد. وكنقول الا هادشي من عند الله الحمد لله، ولا من عند العبد حسبي الله ونعم الوكيل، ما نسمحلوش الى يوم الدين، حيت دمروا ليا حياتي انا والاسره ديالي وخلوني انسانه حزينه في الحياه ديالي. مهم كنتمنى موليداتي يسمحوا ليا حيت ما عطيتهمش حقهم، واخا هما عارفيني وعارفين هادشي ماشي لخاطري. وهذه هي القصة ديالي أخوتي،
وكنتمناكم تدعوا معايا بالشفاء العاجل وشكرا. وكيف ما سمعتوا القصه ديال الاخت ديالنا يمنى اللي بطبيعه الحال سردتها لكم على لساني. هذه الاخت هذه كتعاني بزاف، خصوصا من شي حاجه سميتها الاكتئاب، اكتئاب حاد بزاف. فهي عايشه سجينه وسط الدموع ديالها ووسط الاحزان، بل غارقه في الاحزان، السبب لا يعلمه الا الله. فهي تقول ربما ان ربما بفعل فاعل، فكل شيء ممكن في هذه الحياه، كل شيء ممكن. اما انا كنقول والله اعلم، فانت فقط مازال مسجونه في الماضي، انت سجينه الماضي، انت داكشي اللي عشتيه مازال مأثره به ليومنا هذا، وخصوصا الزوج الاول. الزوج الاول هو اللي خلاك انسانه حزينه اكثر مما راكي انتيا دابا. فهذاك الزواج الاول كنتي اكثر حزن، الحمد لله بعد ملي عاودتي الزواج ولدتي البنيه الاولى، فالحمد لله ما بقاش داك الحزن كامل، ولكن انتيا الماضي ديالك مازال عايشه فيه ومنغمسه فيه، وما بغيتيش تنسي داكشي اللي داز عليك في الماضي. فاول حاجه الله سبحانه وتعالى كيقول لك بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فما دامتي النفس ديالك كتقول لك لا، وانت عندك، وانت ربما مسحوره، وانت هذه، وانت هذه، وانت انسانه حزينه، وعلاش الناس ما يعطيوكش السعاده، وعلاش انت ما تفرحيش، وعلاش تهدو، المهم مجموعه ديال الافكار السلبيه، فما عمرك غادي تولي انسانه مزيانه. انفضي عليك غبار الحزن، غبار الماضي، ولو ان تكوني مسحوره مثلا لنفرض، فما تعمريش راسك بالوساوس. السحر موجود، كاين، وراه دمر عائلات وشتت اسر وطيح الصحه وبزاف الامور، هذه كنامنوا بها 100% لانها مذكوره في القران الكريم. فما جيناش حنا اخترعنا هذه الكلمه ديال السحر من راسنا. فواخا هكذاك ضروري خصك تكوني انسانه قويه، فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، خير عند الله من المؤمن الضعيف. فنتمنى ان شاء الله انك تحاولي تعيشي داك اللحظه مع الوليدات ديالك. انت تبارك الله البنيه الكبيره عندها 21 عام، بطبيعه الحال غادي تكون بنتك بعيده عليك، لان انت في الوقيته اللي خصك تكوني قريبه منها كنتي بعيده منها، وجا الوقت اللي تكون هي بعيده عليك. انا عارفك ماشي لخاطرك وبل متاكده، ولكن كما كان الحال هما وليداتك حتى هما يقدروا يكونوا عارفين ماشي لخاطرك، ولكن لا، هذا ما كيخليكش انك صافي تهجريهم وتسمحي بهم، غير حيت انت ربما عندك شي حاجه. واخا تكوني مريضه خصك تكافحي، علاش حنايا خلقنا ربي في الدنيا باش نكونوا الناس مكافحين. فبالنسبه للسعاده اللي كتفتقديها وكتقولي ان حتى شي واحد ما كيعطيك السعاده، فبغيت نقول لك كما كنقول بزاف ديال الاخوات الكريمات اللي كتكون القصص ديالهم متشابهه مع القصص ديالك، فالسعاده الاخت ديالي يمنى ما عمرها ما كتعطى، وما عمرها ما كتفرض على شي واحد. حتى الزوج ديالك راه ماشي من المفروض انه يخليك انسانه سعيده، وانت ماشي من المفروض تخلي راجلك سعيد. فالسعاده راه هي كتصنع، تختلق، يعني خصك تصنعي السعاده، تصنعها واحد الحاجه بسيطه. راه غير وليداتك بالنسبه لك راه هما السعاده، هما الحياه. راه كاينين اختي يمنى اللي ما عندهمش وليدات، وهما رغم ذلك مساكن كيختلقوا السعاده لنفوسهم باش ما يخليوش داك الحزن يسيطر عليهم. اون فوا كتخلي الحزن يسيطر عليك فصافي الشيطان كيتملكك وكيرجعك، هو اللي كيتحكم فيك. الشيطان شنو هو الدور ديالو؟ هو يشوف الانسان دائما يائس، دائما حزين، دائما مكتئب. راه ما كاينه شي حاجه سميتها الاكتئاب. الاكتئاب هو واحد المرض مسمينه الاطباء، الاكتئاب هو واحد المرض اللي هو مرض نفسي. شنو العلاج ديالو؟ هو العلاج ديالو هو الذكر، ما كاينش شي علاج ديالهم غير الذكر الحكيم. كاين الناس اللي كتعطى الادويه اللي الصراحه منومات، ادويه بحال دايره بحال المخدرات، كتلقاي امراه مسكينه غاديه وراسها ماشي معاها، غاديه بحال مبهله بحال مرفوعه، وهي بقوتك الادويه اللي كتاخذ باش تنعس وباش. علاش اختي ما تونجاش في الحياه؟ الحياه قصيره والحياه زوينه، ولكن اللي يعرف يعيش فيها. اي حاجه تقدر تخليك سعيده في الحياه غير هاد الوريضه هذه اللي كتشوفي فيها، الا بقيتي كتسمعني فيها النظره غادي تحسي بالحياه كلها بين يديك، وتحسي بواحد السعاده، وبواحد خصك تكوني بحال هاد الوريضه، لان السعاده
تما انت حسيتي بالسعاده من الداخل ديالك، راه كاين واحد الهرمون ديال السعاده كيخلي المراه دائما نشطه، دائما فرحانه، دائما مزيانه. داك الهرمون ديال السعاده خصك تبحثي عليه، كيفاش خصك خصو يكون عندك في الجسم ديالك باش تكوني انت امراه يعني كتعيش الحياه ديالها زعما بالميزان. ماشي دائما المراه مكتئبه وكل شيء غادي يمل منك. راجلك راه بطبيعه الحال عنده الحق، راه معاه الحق مليون في المية، ولو انك ما ذكرتي ليناش في الاخر واش طلقتي منه ولا مازال، لان قلتي انكم دفعتوا الطلاق ولكن مازال ما عرفتش انك واش مطلقه ولا. فنتمنى ان شاء الله ما تكونيش طلقتي، ونتمنى من ربي يجمع شملك انت وليداتك. كنتمنى ان شاء الله يا ربي من هذه القصه هذه تكوني خديتي العبره من القصه ديالك انت، وتشوفي راسك شحال انك انسانه ضعيفه الشخصيه. فقلتيها في الاول، قلتي انا الحمد لله عندي وليداتي، عندي خدمتي، عندي راجلي متدين، عندي كل شيء، ولكن ما كنحسش بالسعاده. راه شوفي حتى شي واحد في هذه الحياه راه ما سعيد 100%. راه الانسان فاش كيبغي يخلي راسه سعيد راه كيخلي راسه سعيد، ولكن الا نغمس في داك البحور ديال الحزن غادي يعيش في الحزن حياته كامله. حنا انسان بالفطره مره كنحزنوا، مره كنبكيو، مره كنضحكوا، ولكن راه ما نخليوش راسنا هكا الشيطان حتى يتملكنا ويخلينا دائما كنبكيو دموعنا على خدنا على شي حاجه اللي هي تافهه. عندك وليداتك تبارك الله تويمين، والوليده البنيه الثانيه تبارك الله ما شاء الله عطاك ربي من هكا ومن هكا وما حرمك من والو، فهذه بحد ذاتها راه سعاده. انا نصيحه لي مني ليك اختي امنه، شدي وليداتك وعنقيهم عنقيهم عنقيهم، شديهم وعنقيهم لداخل، خشيهم فيك لداخل وشوفي طعم السعاده كي داير، غادي تحسي براسك سعيده. اما الا بقيتي كتقولي لا انا راه داروا لي وانا فعلوا لي ويمكن داروا لي باش ما نكونش مزيانه مع ولادي، فدائما غادي تعيشي في هذاك الهم هذاك. انت عشتي 16 ولا 20 سنه في ذاك الهم وباقى ليومنا هذا كتقولي انا راه مع شنو داري لي؟ لا نهائيا، بالعكس كوني انسانه قويه. ولو انهم يكونوا داروا لك خليهم خلي تباني لهذوك الناس انك انسانه قويه، ما يشوفوش داك الضعف ديالك وما يلمسوهش فيك ويعياو ويديروا ويديروا، في الاخر كيرجع السحر على الساحر فنتمنى ان شاء الله يا ربي ستاخذي النصيحه ديالي على محمل من الجد، انفضي عليك غبار الشؤم او التشاؤم والحزن والكآبه، وخصوصا الماضي، فالماضي هو اللي مأثر لك على الحاضر ديالك بشكل كبير 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 بزاف. ما غاديش ننصحك بالطبيب النفسي، ولكن كننصحك بالذكر الله سبحانه وتعالى والقيام ديالي، وطلبي الله سبحانه وتعالى ان يفرج همك ويزرع في القلب ديالك المحبه ديال وليداتك. ولو انني انا عارفه حتى امك كتكره الوليدات ديالها، فكتبقى واحد النقطه وكتبقى هذيك فطريه، حب الام لوليداتها بالفطره، يعني ما غاديش يجي شي حد يبدلو، حتى داك الحزن ما غاديش يغير الحب ديالك لوليداتك. هذه هي نصيحتي ليك. نتمنى الاخوات الكريمات حتى هما يعطيو من النصائح ديالهم ليك، ولا كانت شي وحده مرت بنفس التجربه ديالك فالله يجازيكم بخير. وكيف ما عودتوني دائما ما كتبخلوش، وانا كنعطيكم واحد التحيه ديال الحب وتقدير وشكر، والشكر لكم موصول جميعا مستمعين ومستمعات هذه القناه، وكذلك اصحاب القصص اللي كيتيقوا في القناه ديال قناتنا سمح حكايتي، وكيسردوا القصص ديالهم باش تعم الفائده وباش ياخذوا هما كذلك النصيحه. غادي نخلي لكم واحد الكلام اللي كانت كتباته هذه الاخت بالالمانيه، وهي معها هي ما كتكتبش العربيه، كتباته بالالمانيه وترجمته بالعربيه وصيفطته لي، وطلبت مني انني نحطه في القصه ديالها. وهذه رساله لوليداتها، كتوجه واحد الرساله للابناء ديالها. نتمنى ان شاء الله يكونوا في الاستماع، واذا كانوا في الاستماع لهما ولا الزوج الكريم فكنقول الزوج الكريم تحيه كبيره لكم هذا المنبر، لانك طلعتي ولد الناس وشهم وتبارك الله عليك وعلى الاخلاق اللي نعم الله عليك بها. والوليدات كذلك كنحييهم وكنقول لهم كما كان الحال هذيك ماماكم، وما عمر الام غادي تكره وليداتها، ولو يكون كما واخا يكونوا كما بغاها وتلتمسوا لها العذر، تلتمسوا لها بزاف ديال الاعذار، لان داكشي اللي داز منه ماشي سهل. غادي نخلي الرساله الاخيره ديال الاخت الكريمه بصوتي بطبيعه الحال، والى ان القاكم دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كل الم وحزن وبؤس الماضي
هو جزء ضئيل مع ما أختبره في الوقت الحاضر. في الماضي تعرضت للضرب والإهانة والبصق على جسدي، كدمات وندوب على روحي. من أجل ماذا؟ ارتضيت كل هذا بفخر من أجل حب أولادي، علما أن السميع البصير لا يتركني، يفرج عني من الماضي. لكن يا الله، يا الله، هذا يؤلمني كثيرا. يؤلمني أن أرى عائلتي تتألم. أريد أن ألعب معهم، أضحك وأرقص وأغني، أسمع حكاياتهم وأمسح دموعهم. فقط كوني أم لطيفة، لكن ما كان ينبغي أن يكون هذا هو الحال. يا الله، يا الله، هذا يؤلمني كثيرا. أنظر إليهم بالحب وأعاملهم بالكراهية، ليس لأنني لا أريد، لكني لا أستطيع. أطفالي الأعزاء، أنتم تعرفون أنني أحبكم كثيرا وأنني أعاني في صمت، فهل تغفرون لي؟ أحبكم كثيرا أولادي الأعزاء.